شوي توقعات الفلك لمواليد العذراء بالأسبوع الثاني من شهر نيسان أبريل 2022. عزيزي مولود العذراء، ما تتكل على الحظ بهالأسبوع، ويمكن قلت لك هالشي بالأسبوع الماضي واعتباراً من تاريخ 6. من هلأ للتلاتة 12 ما تتكل أبداً على حدا ولا على الحظ ولا على القدر حتى تعالج أوضاعك. أنت بدك تكون شجاع وصابر بذات الوقت. حاول أنك تبادر إلى نقاشات مدروسة وهادية بين الجمعة والأحد، يعني بين الجمعة 8 والأحد 10، خاصة إذا تعلق الوضع بشأن مالي. بهالوقت بتعزز الأفلاك طموحاتك، شرط أنك ما توقع بالأوهام وما تعتقد أنك قادر على تحقيق كل شيء حتى المستحيل. لا، ما فيك تحقق كل شيء، وهيدا الشيء طبيعي وإنساني. مطلوب منك بهالفترة التروي وقبول بعض الإنجازات البسيطة. الإنجازات البسيطة كمان مهمة بالحياة، خاصة 2-11 و3-12، لأنه من الممكن أنه تكون انطباعاتك خاطئة، أو أنه تضللك بعض المعلومات أو بعض ما يعني بتترقى لإلك. بتتمتع بطوالع إيجابية جدا بين الأربعة 13 والخميس 14، وبتساعدك التطورات على بلوغ بعض الأهداف، فبتشعر بآخر الأسبوع بالتحسن.